مرسيدس AMG GTR Pro هو المولود الجديد لشركة مرسيدس. طبعاً الكل ناطر تسعيرة هالسيارة يلي الهدف منها منافسة طرازات مثل البورشي 911 توربو وغيرها من الطرازات. هلأ الفكرة من وراها أنه هذه السيارة رح تكون كتير محدودة الإنتاج، رح يتم إنتاج 750 وحدة بس لجميع أنحاء العالم، يعني فرصة الحصول عليها فرصة كتير ضئيلة تماماً مثل كل طرازات الـ AMG الجي تي أو الـ SLS. السيارة لما وقفتها مرسيدس كل العالم صار بدهم إياها. هالسيارة مثل الجي تي آر رح تكون مزودة بمحرك 4 لتر بتوربو قوته 577 حصان وتسارعه من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بيتم بحوالي 3.5 ثواني. هلأ الميزة بهالسيارة أنه سي الـ AMG جي تي 3 سائق هالسيارة على حلبة نوربرغرينغ سجل 7 دقايق 4 ثواني و 632 بالألف من الثانية، وهالشي بيعني أنه 6 ثواني أفضل من طراز الـ AMG GTR. هلأ الكل ناطر سعر هالسيارة. مرسيدس أعلنت رسمياً أنه سعر هالسيارة رح يكون 199,650 دولار. من عالم مرسيدس هننتقل لعالم لكسس، عالم مصنع الياباني الشهير. لكسس بيحاولوا ان هم اليوم يخشوا في عالم السيارات الكهربائيه. اغلبيه المصنعين بداوا اوريدي باستخدام البطاريات في قاع السياره واسفل السيارة. على اساس يتم توزيع الوزن بطريقه افضل، ويعتمدوا على محركات كهربائيه في النص بتشتغل على درايف شافتس او بتشتغل على جير بوكس بيودي الطاقه الى الكفرات. لكسس اليوم قرروا ان هم يبداوا طريقه تصميم جديده لهذا الكونسبت حق السيارات الكهربائيه، بحيث ان هم يعملوا محركات كهربائية فوق الإطارات مباشرة. هذا جديد للكسس. للكسس بالضبط. هذا هيدي تسارع أفضل، هيدي استهلاك بطارية أقل، وهيدي less moving parts أو قطع ميكانيكية متحركة أقل، بالتالي قد تكون سياراتهم الكهربائية في المستقبل أفضل من باقي السيارات الأقل استهلاكا للطاقة ورينج أكبر كمان في نفس الوقت. إضافة على كده في خبر شوية غريب من عالم لكسس. في كلنا إحنا عارفين الواجهة حقت لكسس أو signature fascia للكسس، بيفكروا إنه هم يبعدوا عنها. ليش؟ لأنه كان في كثير انتقادات عليها اللي هي علامة الساعة الرملية. بيفكروا دحين هم يغيروا ويتجهوا إلى توجه جديد، وخلينا نقول إلى لمسة تصميمية جديدة للواجهة. لكل لكسس ولا بس لسيارات الكهرباء؟ التوقع للبراند كامل. ننتقل هلأ لكين لعالم الفورمولا 1. سبق لنا وحكينا عن القوانين اللي رح تتدخل على البطولة ابتداء من عام 2021. حكينا عن الدواليب الإطارات كيف صاروا جنط 18 إنش، كيف طالبين صاروا الـ FIA بدون من بيريلي. عم نحكي إحنا أنه الدولاب ما يكون هاي ديجراديشن يضاين أكتر منه. بس في شغلة كمان حكينا عنها اللي هي الجراوند إيفكت اللي نحنا كنا عم نحكي فيه. هيدا كان يتبع هالجراوند إيفكت، عم نحكي بأوائل الثمانينات يمكن يستعمل، اللي هو هالأنفاق اللي بتنعمل تحت السيارة لحتى تحافظ على ثباتها. لأنه مثل ما عم بيقولوا الـ FIA إنه خلص التعقيد اللي صاير بالأيرودينامكس للسيارة من برا ما عم بيخلي السيارة تكون بطريقة تستعمل الدوليب بطريقة يعني منيحة، ولا تكون ثبات 100% وشكله بتنكسر الوينج. إذا انكسر شقفة صغيرة من الوينج صار عندك مشكلة كتير كبيرة. كل ما هيك الجناح الأمامي راح يكون تقريبا سيميلر على كل سيارات الـ F1. ما تطل في عندك هالاختراعات هو اللي تعمله أنت وتطلع التي وينج منه وتعمل خبريات. سو كله صار تقريبا ستاندرد. بس أهم شيء إنه هالجراوند إيفكت هذا اللي بده ينشغل عليه، حطوا لجنة مخصصة الـ FIA لألا من المهندسين لحتى يحاولوا يشوفوا شو معقول الفرق، يحاولوا يلعبوا على القانون فيها. بتعرفوا انتوا دائما بيطلع قانون بيطلع كل مهندس من مال بيطلع بفكره جديده وقد بتكون ليجل له حق يستعملها. صحيح. بس ضر الكل. هن عم بيحاولوا هلا هاللجنه هيدي انه لا انا بدي استبق هذا الشيء اللي عم بيصير، بدي احاول انا اشوف شو معقول ينعمل، ارجع احط لهم حدود لهم كلهم حتى يكونوا كل السيارات قريبه على بعض. تابعونا بعد الفاصل مع البيجو 3008 SUV موديل 2019، وكمان تواصلوا معنا وخلينا نسمع تعليقاتكم وآراءكم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بدريفن. نشوفكم بعد البريك.